بسيوني بسيوني بسيوني. الله يكحم روحك انت وامك وابوك. ما سجلتيش نمرته ليا منيله؟ اوصلاني ازاي؟ سوما استني انا اللي هفتح. أنا جاية عشان أعزيكي وأقولك إن أنا ماليش أي علاقة باللي حصل لأخوكي. عمر ما كانش جوز أختي، بس عمر كان أكتر من أخ ليا. في حد يقتل أخوه؟ وعموما لو أنا اللي عملت كده مش هاجي لحد عندك وأقولك الكلام ده. وأنا قدامك أهو، لو عايزه تعملي فيا اي حاجه اعمليها، بس بلاش البصه دي اللي محسساني ان انا اللي قتلته. امال مين اللي قتله؟ امي ولا يمكن انا اللي خليكي تسلطي عليا جابر عشان يقتلني وجيلي المزرعه بطبنجه وتبلغي عني البوليس يخليكي تعملي اي حاجه تانيه؟ بصي، انا اخر حاجه ممكن انكرها في حياتي ان انا بكرهك وبتمنى لك الشر من كل قلبي، ونفسي اشوفك ميته قدامي النهارده قبل بكره واخلص منك خالص. انا اللي بقول لك اهو، بس برضو عمر ملوش اي ذنب في اللي حصل ولا في اي حاجه بينا. عمر اخويا اتاخد في الرجلين، راح ضحيه اعمال المراه ما بتفوش من الخمره. انا والله العظيم ما تعرفيش انت لو حلفتي على ايه انا مش هصدقك. ولو كانت النيابه برئتك زي ما المحامي قال لحسام، فانا قلبي وعقلي مش هيبرئوكي من دم اخويا. اللي بيني وبينك دم، فاهمة يعني ايه دم؟ غوري من وشي، غوري. عملت كل اللي قلت لي عليه وهي مش عايزه تصدق. لازم نلاقي لها حل عشان تصدق. طب هنعمل ايه اكتر من اللي انت عملته؟ نيابه ومكالمه تليفون هي سمعتها، انا لو مكانها كنت صدقت. عشان انت مش هي. انا فعلا مش هي. عشان اللي بتحب حد بجد بتصدق اي حاجه بيقولها. انا عمري ما كدبتك في اي حاجه انت قلتها لي. احنا دلوقتي مش بنقارن بينكم، احنا بنشوف حل في المصيبه اللي انت عملتيها. انت عايز نعمل ايه اكتر من اللي عملته؟ انا رحت لها لحد عندها. ايه ده؟ دي تضحيه فظيعه فعلا. حسام كفايه. انا مش ناقصه وفيا اللي مكفين. انت شايفني يعني مولوده مجرمه ولا قتلت قتله؟ مفيش حد بيتولد مجرم، اه، لكن احنا بنختار نبقى مجرمين ولا لا. ماشي. استني، اقعدي اقعدي. انا فكرت في حل يخليها تقتنع ببراءتك. حل ايه؟ نشوف حد يقول ان هو اللي قتل عمر.